هذه أكبر مؤسسة لإنتاج الرخام والجرانيت على مستوى إفريقيا، سجلت اسمها في مجال الصناعة التحويلية كأول وحدة تنتج رخام وجرانيت جزائري 100%. منها استهل الوزير الأول عبد العزيز جراد زيارته لسيدي بلعباس ليثني على مثل هكذا استثمار. هذا مشروع له بعد ليس فقط وطني بل دولي. أنتم كمستثمرين عائلة معروفة بوطنيتها وبعملها الجاد، والجزائر تحتاج مثل هذا النوعية المستثمرين الذين يعملون بجهد وبإخلاص من أجل أولا تطوير الصناعة في الجزائر، وكذلك فتح مجال للشغل وإعطاء الإمكانيات لتكوين جزائريين في هذا المجال. فما أريد أن أقوله بصفة عامة عن صناعة التحويل، هذا هو الداخل في إدارة استراتيجية السيد رئيس الجمهورية والحكومة، هو إعطاء الفرص والتدعيم الكامل للمستثمرين الوطنيين الذين يريدون الاستثمار في صناعة التحويل. فصناعة التحويل الآن مهمة جدا بالنسبة لنا، لنا خيرات كما لاحظتم في فوق ترابنا وتحت ترابنا، وهذه الخيرات هي التي ستمكننا تدريجيا في مجال مثلا المناجم أن ندعم الصناعة ونقلص من الريع البترولي والغازي. الوزير الأول وبعد اطلاعه على مراحل الإنتاج دعا الشباب الجزائري للالتفاف حول المشاريع الكبيرة بخلق مؤسسات صغيرة تفتح آفاقا للشغل. تدريجيا نروح للسوق الدولي بإمكانياتنا بمنتجاتنا، وهذا ممكن على الجزائريين وعلى المستثمرين الجزائريين. كذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبيرة لتشجيع الشباب المستثمرين الذين يبدأ تدريجيا يعملون في هذه الصناعة، فكذلك هي محور أساسي في الاستراتيجية الحكومة. إذن المستقبل فيه الخير، ويجب على كل جزائري أن يكون متفائلين وأن يؤمنوا بقدرات بلدهم ومستثمريهم. الوزير الأول أكد أن الدولة لن تتوانى في دعم المؤسسة باعتبارها نواة الاستراتيجية الاقتصادية للجزائر الجديدة.